قتلت مين؟ جوزي. جوزك؟ خيانة ولا عمل ايه؟ لا هي قضية قتل عادية جدا، اختلافات بس يعني زوجية مش أكتر من كده. قضية أنا مش عارفة يعني ايه قضية قتل عادية، وفي قضية قتل عادية وقضية قتل مش عادية؟ لا ما فيهاش فيها خيانة، مش فيها حاجة. بس ما كنتوا قاعدين بتشربوا شاي وبعدين الشاي ما عجبوش؟ لا مش موضوع في كده خالص. يعني اختلافات على فلوس، على البيت، على حاجات من دي كده بس. السلام عليكم، النهارده حلقه جديده من برنامج يانا يانتي مع احمد الدسوقي ونانسي المغربي. النهارده موسم جديد، اختفينا شويه وحشتونا جدا جدا جدا. هنرجع نتكلم النهارده في اول حلقه عن موضوع ممكن يكون يضايقكم شويه بس دي لازم نتكلم فيه. ايه يا احمد، هتقول لهم ولا اقول لهم انا؟ الاكل. الاكل. لا فرحان كده ليه ولا لا؟ العكس، انا زعلان. ده كل شويه افتح الفيسبوك كل شويه الاقي راجل قتل مراته، لا والزوجة قتلت جوزها. ما تقولش بس الراجل بيقتل لوحده يعني. تمام، بس هي الست بتقتل الراجل اكتر دلوقتي. لا والراجل للاسف بيقتل اكتر. يعني احنا كل يوم بقيت اصحى الصبح، كل يوم اصحى الصبح الاقي جريمه قتل، يا اما راجل قتل مراته يا اما زوجه قتلت جوزها. ايه السبب يا احمد من وجهه نظرك؟ ايه السبب؟ مين السبب؟ نمره واحد ست. طبعا السبب في ايه بقى؟ ان شاء الله الست عندها قدره استفزازيه قويه جدا انها تخلي اي راجل يخرج بره شعوره. بجد بتطلعه بره شعوره كده. طب وهي داخل بيته هادي رايق الدنيا تمام، هي بتخش تحسي ان في كهرباء حصلت فبتستفزه، ما بيعرفش مالك نفسه، بيجيله الحاله الجنينه يقوم قاتل مراته. يا سلام. طب والست اللي بتقتل جوزها يعني هو ما بيستفزهاش وبيوصلها للحاله الجنونيه دي؟ لا دي مريض. لا دي مريضه نفسيا. يعني هي مريضه نفسيا وهو اللي عقلاني جدا؟ هو عقلاني، ما فيش راجل مش عقلاني، اغلبيه الرجاله عقلين. يا سلام. انا بقول لك وجهه نظري. انت جاي هنا تتكلم مش بحياديه ليه كده؟ انا ذكوري 100%، قصدي ذكوري ونسائي. اهلا وسهلا. لا طبعا الراجل هو السبب في كل حاجه، لان الراجل من البدايه المفروض ان يعني انتوا اقوى مننا، ده المفروض صح. لكن دلوقتي في المجتمع احنا بقينا اقوى منكم بكتير قوي. دي حقيقه، لدرجه ان انتوا بقيتوا تقتلوا رجاله بكتير قوي. ما هو الغلط فين بقى؟ الغلط فين؟ انتوا اختاروا بعض غلط صح ولا لا؟ لا اختاروا بعض غلط. هما بيختاروا غلط صح. غلط في التربيه، غلط في التربيه، غلط في كل واحد عنده اضطرابات نفسيه، الواحد ما بيستحملش التاني، مش بيعمل لها حاجات كتير قوي 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 بتبسطها، فاول حاجه بتلجا لها انها تقتله. هي بتستسهل وهو بيستسهل. طب الراجل اللي قتل مراته عشان المواعين، تقدر تديني سبب قوي كده؟ عشان المواعين. ايوه عشان ما غسلتش المواعين. طب ما غسلتهاش ليه؟ لازم تغسلها. انا مش فاهم يعني بقى ايه دورها انها تغسل. اقول لك سؤال، الست دورها انها تغسل المواعين وتعمل غدا يعني. لا اشمعنى الراجل لما بيصرف على البيت ما يبقاش لمجرد انه بنك؟ ده ليه دور وليها دور. طب ما الست كمان عايزه دايما الراجل يعمل دوره دايما، وهي لا ما تعملش حاجه، دي مدلله. طبعا طبعا لازم تتدلل، معلش يعني خلاص يبقى تتقتل. هو ايه ده؟ لا ده تحريض على القتل اللي انت بتقوله ده، ما ينفعش خالص. يعني تتقتل بالكلام بلاش بالفعل. لا طبعا احنا مش مع القتل خالص ولا الكلام الفارغ ده، بالعكس. بس انا عايزه اقول لك، بس هرد على بوينت انت قلتها. اولا المفروض لما الست تعمل حاجه في البيت دي بتعملها متعاطفه مشكوره منها انها بتعملها. هل دينك امرها انها تعمل ده؟ طب معلش هو السؤال، لو هي ما عملتش دينك سؤال، لو هي ما عملتش دينك هو اللي هيعمل يساعدها. رسول عليه افضل السلام كان بيساعد مراته. ثانيه واحده بقى حضر. استنى بقى، انت دينك امرك تنفق على مراتك؟ طبعا ده امر. تمام. لكن ما تقولش ان شغلها في البيت ربنا امرها بيه، ما امرهاش بيه، هي بتعمله مشكوره.
انها بتعمله. انا بشكر لكن... كل الستات كتر خيركم انكم بتغسلونا طبعا وبتطبخونا طبعا وبتاكلونا طبعا، يعني مش عارف اشكركم ازاي والله، كتر الف خيركم طبعا. طب والراجل ما فيش كتر الف خير وعلى الحاجات الكتير قوي اللي بيعملها نقول له ميرسي؟ بس ده واجب عليه برضو، واجب، وهي ما فيش اي واجب عليها. ما هو ده واجب عليه، هو ما بيعملش كده بيتعطف عليها ولا بيمن عليها، لا ده واجب عليه، واللي مش قادر يصرف ما يتجوز. صح؟ خلاص ما قلنا بقى خليهم يعنسوا يعنسوا بقى، هم عايزين يتجوزوا ليه ويجروا ورا الرجاله ليه؟ مين اللي بيجي ورا الرجاله؟ يا ابني ده انتوا اللي بتجروا ورانا، ده انتوا كده انت بتشوفوا كعب واحده ماشيه بنظراتكم وراه، اللي ما يعرفش طولها لازم يتجوزها. ايه ده، في ايه؟ في ايه؟ لا 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 حاسب على كلامك، ده انتوا اللي بتجروا ورانا كتير قوي. وبعدين اي ست ما انكرش ان بعض السيدات بتجري ورا الرجاله لهدف. ايه هو الهدف؟ إيه لو هو متجوز ومعاه فلوس كتير، والله في بعض النساء مش كلهم بيجروا وراه عشان خاطر فلوسه، وهو عبيط بيروح يديهم فلوسه علشان برضه ليه هدف، ليه هدف وخلاص على كده. شكرا، اول ما هياخد هدفه هيقول لك باي باي. بس هي هتكون خدت فلوسه وباي باي عادي يعني، ما هي لازمه تناسب. ايه فلوسه؟ ما هو هيديها حبه فلوس من اللي معاه، مش هيقصروا معاه. انا معاها هي هتكون فرقه، الحبه اللي هو خدهم مش مقصرين معاه، دول معاها هي هتبقى مبسوطه. فهي دي نسبه وتناسب ملناش دعوه بيها. خلينا نرجع برضو للقتل، ليه بنوصل لمرحله القتل؟ عشان بيحصل استفزاز من الطرفين. بلاش اقول الست بس، لا الراجل كمان مستفز. ايوه كده يا ستات طبعا. طبعا يبقى ده مستفز وده مستفز، الشيطان بيخش بيحصل حاله هياج، بيقتلوا في بعض. ليه بقى ما نوقفش عند قبل ما الشيطان يدخل؟ ولو ما فيش يعني ان احنا نعيش مع بعض خلاص نتطلق بقى، ده اسلم حل. ليه بقى؟ ما اعرفش انا، بيبقى ما انا بقولك هو الشيطان بيوصلهم للقتل، لكن لو خدوها بطريقه ظريفه سلسه، مش قادرين نكمل مع بعض، باي 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 باي، ومشيوا، مش هيحصل كل المشاكل دي. طيب مشاكل على ايه؟ مشاكل ماديه يقتلوا بعض، خيانة يقتلوا بعض، مشاكل عائلية يقتلوا بعض، ده جنان، ده جنان. بعدين أنا بستغرب جدا، معلش أنا عايزة أقول لكل واحدة، أنت مثلا حبيتي على جوزك مع إني ده شيء مرفوض نهائيا، أنا بس بتكلم في اللي حصل وشفته من نماذج من القتل. طب الطلاق، ما رضيش يطلق، اخلعي، لكن تقتليه ليه؟ ما أنت روحتي في داهية وهتتعدمي أنت واللي حبيتيه. طب على إيه القتل بقى؟ للأسف في جزء كبير من السيدات، يعني مجموعه كبيره دماغهم قد السمسمه للاسف، ما بيعرفوش يسيطروا على فكرهم، زي ما بتقول كده بيتعصبوا وبيتجننوا وبيتخانقوا وبيعلوا صوتهم، بتوصل لدرجه انهم بيقتلوا. طيب اوكي، العصبيه حاجه والقتل حاجه ثانيه. العصبيه بتوصل للقتل؟ لا مستحيل بتوصل. لا 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 ما تقولش كده، مستحيل. الوصل للقتل ده انسان غير سوي، انسان غير ما ترباش تربيه صحيحه. ثانيا السوشيال ميديا ليها عامل اساسي وكبير جدا وقوي، مش المفروض ان احنا كل حاجه بناخدها مثلا فيديو ونجري عشان خاطر جنون الشهره اللي بقى عند كل الناس، شويه لايكات وكومنتات ناخد الفيديو ونحطه عندنا، نوري الجريمه حصلت ازاي بالظبط، ونعرف اللي ما بيعرفش يقتل انت طريقك اهو، يلا روح اقتل ازاي. انا اللي بستعجبه كمان اللي بيحصل القتل وينزل على السوشيال ميديا والاقي تاني يوم جريمه تانية بنفس الطريقه، يعني ما هو عشان بيتقع، ما هو عشان السوشيال ميديا بتلعب دور مهم جدا 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 في جرائم القتل للاسف. يعني انا دلوقتي لو انا خلاص انا شفت ان حصل جريمه قتل، انا المفروض الاول طبيعي اول حاجه اعملها كرب اسره اعمل ايه؟ اعرف ولادي ان لا ديننا ولا اخلاقنا ولا تربيتنا تسمح لنا بحاجه زي كده، وان ده تصرف مش صح، وان ده مصيره هيكون الاعدام، وانه في الاخر ما استفادش حاجه غير ان هو كمان هيموت، لان من قتل يقتل ولا بعد حين. لكن اخد بقى الفيديو واعمل له شير واقعد بقى اهلل واقول كلام ملوش لازمه، هلاقي تاني يوم جريمه قتل، ثالث يوم جريمة قتل، رابع يوم جريمة قتل. مفيش حل غير ان احنا كلنا نهدى، الستات والرجالة يهدوا على بعض كده، اللي مش عاجبه التاني ينفصل بهدوء وبحب ويقولوا باي 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 باي، الموضوع يخلص ولا قتل ولا حاجة. ده المفروض، بس استنى اشرب القهوة الأول، ده المفروض، ده الصح، لكن احنا ما بنعملش كده. طيب خلاص خلينا، أنا عايزاك توجه كلمة لكل راجل، كل راجل تقول له باختصار كده يعني رأيك، لو هو مش حابب مراته، لو هي مضايقاه يعمل ايه؟ اكيد بعيدا عن ان هو يقتلها يعمل ايه؟ يسيبها يطلقها. لو مش قادر يطلقها وبيحبها يعمل ايه؟ يقتلها؟ لا طبعا
يعني هو مش عشان بيحبها. في ناس بترمي ميه نار على وش مراتها او مش عارف ايه وتقعد تهديد 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 لمجرد ان هو مش عايز يسيبها. ده راجل ناقص اصلا يعني ان هو يعني لو مش شايف في حياته غير ست واحده وهي دي يا اما كده يا اما هقتلها وقت نفسي. ده راجل مش طبيعي. الستات كتير. عيش حياتك يا ابني. طبعا طبعا. وانا كمان بوجه رساله لكل واحده بجد، لو انت مش قادره تكملي مع جوزك او ان انت مش حابه انك تكملي معاه، اكيد مش القتل هو الحل ابدا ابدا. لو انت بقى عايزه تورثي الحبه اللي حلته يعني، انت هيبقى مصيرك في الاخر ان انت هتموتي زيه بالظبط، بس هتبقي ميته بفضيحه، ميته جوه السجن، هتتبهدلي جامد قوي. فالاحسن يا اما تسيبيه ويا اما تخلعي، لكن القتل ده مرفوض تماما تماما تماما. يبقى احنا كلنا مع الخلع بالظبط مش مع القتل والطلاق. الخلع بالزبط. والطلاق بالظبط. طيب انا انبسطت النهارده في الحلقه، كانت حلقه خفيفه كده، قلنا نبدا الموسم الجديد بحاجه كل الناس عماله تتكلم فيها، وعن نفسي انا كنت متنرفزه جدا من كميه القتل اللي بتحصل، متضايقه جدا ومش عارفه اعمل ايه. كان نفسي اوصل صوتي شويه ولو حتى بسيطه للناس. انا انبسطت جدا يا احمد. وانت انبسطت جدا. هتقتلني امتى يا احمد؟ سنه سعيده لما فيش قتل. ربنا بيجيب قتل. لا لا مش هتقتلني. لا 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 طب الحمد لله. القتل ده للناس الضعفاء الاقوياء، في تصرفات ثانيه غير القتل. لان انا دايما بقول الكلمه وماشيه بيها في حياتي، مقولتي الشهيره ان القوه فين؟ هنا مش هنا. فكروا كويس هتلاقوا نفسكم كل تصرفاتكم صح. يلا اشوفكم في حلقه جديده من برنامج يا نانسي مع نانسي المغربي واحمد دسوقي. السلام عليكم.